جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمره قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب ولطالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعاً كما كانوا خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمره قويماً على إرغام أنف النواصب. فمنهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القناة.